شوربة العدس مع الخضار والباستا. بدنا كوب عدس حب مغسول، ربع كوب من الكرفس المفروم، ربع كوب بصل مفروم، ربع كوب جزر مفروم، كوب باستا مسلوقة، 6 أكواب من مرق الدجاج أو الماء حسب الرغبة. بدنا ملعقة كبيرة من ربع البندورة، بدنا ملعقة صغيرة من الزعتر، بدنا ربع كوب من الزيت وشوية ملح وفلفل حسب الرغبة. تمام، واضحة الأمور؟ واضحة. عندي طنجرة على النار، ببدأ في إضافة الزيت وأبدأ في تجهيز الثلاثي الرهيب بالأكل، الكرفس والجزر والبصل. هذول طبعا اللي يعطوني نكهة مميزة جدا في عالم الطبخ. شوفوا اللون محلاهم، روعة. نبلش نخلط فيهم يا سمير إن شاء الله. راح أضيف الآن شوي من هالزعتر حتى أعطي نكهة طيبة لهالشوربة، وشوي من الفلفل الأسود. ما ننسى كمان حبايبنا، نحن في عنا بالفرن البطاطا شيش طوق من نبيل مع الجبنة والبطاطا، وهي على النار بدأت تتحمر شوي شوي والريحة ولا أطيب. بعد شوي حنطلعها نرجع للشوربة ونكملها. طبعا انت كيف انت مع العدس يا ابو طه؟ انا بحب شوربة العدس طبعا. طبعا ما عندك مشكلة يعني؟ ابدا. طيب يا سمير، عدس عندي كوب واحد. كوب مغسول منقى نظيف ومرتب، برضو بنضيفه يا سمير وين؟ على الخليط تبعنا، على الخليط تبعنا. الان راح اضيف شوية من ربع البندورة. الله. عندي هون حبايبنا الباستا، انا مستخدم باستا الصدف الحبة الصغيرة، طبعا سلقها 3/4 سلقة حتى تكمل طبخة وين؟ هون مع شوربة العدس. نعم تمام. شايفين بدأت عندي هالشوربة الآن تزبط. هون كل كوب من البصل، سوري، كل كوب من العدس بحتاج إلى 6 أكواب من الماء أو من المرق. شوفوا هون بس بلش تغلي عندي، ممكن نضيف مكعب من مرق الدجاج. لما تبلش تغلي عندي وتنضج تقريبا بعد 45 دقيقة راح أضيف عليها الباستا. شايف سمير؟ 100%. الآن هون بعد عملية الطبخ حتطلع عندي هالشوربة الرائعة جدا يا سمير، اللي هي إن شاء الله راح أخليك تزلط منها هسا هيك. شوفوا معنا هالشوربة. يلا أعطي أنا أول نصحن. شوف يا سمير، طلع أول نصحن. هاي الشوربة شوربة غنية ومطبوخة. أول نصحن يا شيخ. شوفوا محلاها.